اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده ان شاء الله هنعمل الصابون الصلب الغسيل المواعين والملابس بمكونين اتنين، لو حطيناهم على بعض هيدونا نتيجه وهميه. الجميل بقى ان المكونين دول متوفرين في كل بيت وما بيجوش على بالنا خالص ان احنا نستخدمهم مع بعض، يمكن بنستخدم كل حاجه منهم على حده. الفكره جات لي منين؟ دايما لما بيكون البوتاجاز بتاعي فيه اتساخات او دهون متراكمه وبحب ان انا انضفه، بحط بيكنج باودر مع خل الطعام. ده فيديو انا كنت مصوراه قبل كده واخدت منه المقطع ده بس علشان اوري لحضراتكم النتيجه بتكون عامله ازاي. بجيب باكو من البيكنج باودر وبحط عليه رشه كده من الخل بحيث ان هم يكونوا مغطين البوتاجاز كله. شايفين حضراتكم الفوران اللي بيحصل ده؟ ده الحقيقه عنده قدره فائقه ان هو يلمع البوتاجاز، وهتشوفوا النتيجه دلوقتي باقل مجهود. احنا كلنا عارفين طبعا ان البيكنج باودر من الحاجات اللي زي بيكربونات صوديوم كده بتنظف معانا قوي، وكمان بتقضي على الروائح الكريهه برضو اللي بتكون موجوده سواء في المواعين او في الملابس او في البوتاجازات او الارضيات او الكلام ده كله. فقلت ليه انا ما احطش المكونين دول على بعض في الصابون الصلب اللي انا هعمله. طيب النهارده هنشتغل ان شاء الله على كوبايتين من الزيت المستعمل. اول حاجه هعملها بجيب ربع كوبايه من المي، وهنزل بمعلقة صغيرة من ملح الطعام. انا كاتبة معلقة كبيرة ولكن انا نزلت بمعلقة صغيرة. كلنا عارفين ان ملح الطعام من الحاجات اللي بتدي صلابة حلوة قوي قوي للصابون. لو حضرتك عايزة تستغني عنه مفيش منه اي مشكلة خالص، ولكن فعلا ملح الطعام بيفرق في صلابة الصابونة. ده غير ان انت لازم تدوبيه كويس جدا جدا في المية، علشان لو ما دبش ونزلتي بالصودا الكاوية هتبصي تلاقي الملح او السكر لما بنحطهم عاملين زي تكتلات كده. طيب ده صودا كاويه، دي بوشار، كوستيك حجر تسليك مجاري، باتش يعني زي ما الدول العربيه بتسميه، ولكن احنا في مصر هنا بنقول عليه هيدروكسيد الصوديوم او الصودا الكاويه. نزلت باربع معالق بواقع معلقتين من الصودا الكاويه لكل كوبايه زيت. لازم تكوني حريصه جدا تستخدمي الصودا الكاويه، لو لا قدر الله جت على ايدك قطنه كده وفيها خل ومسحي على ايدك ان شاء الله مش هيبقى فيه اي حاجه خالص، وبركنها لحد ما تبرد. انا بس حطيت قطعه من التلج علشان اقلل من الابخره اللي بتصعد. معايا كوبايتين من الزيت المستخدم، وزن الكوبايه 250 جرام 240، يعني في الحدود دي. الزيت لازم اكون مصفيه كويس جدا جدا، ولو عايزه تجيبي كده قطعه من سلك المواعين وتحطيها في قمع وتصفي زيت هتديكي برده نتيجه حلوه قوي. الزيت بتاع السمك انا ما بحبش استخدمه يا جماعه في الصابون نهائي. انا عارفه ان في ناس كتير بتستخدمه وبتشكر في النتيجه، ولكن انا ما بستخدمش زيت السمك ده، انا برميه على طول. المكون التاني اللي هحطه هو ربع كوبايه من الخل. انا عايزه نص مقدار الزيت يكون ميه او اقل من النص بشويه. فانا دلوقتي حطيت كوبايتين من الزيت، يبقى محتاجه كوبايه من السوائل. اخدت ربع كوبايه حطيت فيها الصودا الكاويه دوبتها فيها، وادي ربع كوبايه تاني من الخل، ودي ربع كوبايه من الصابون السائل. الصابون السائل ده كنا عاملينه مع بعض على القناه وحضراتكم هتلاقوه موجود، وكان حلو جدا جدا، وحسب لكم الرابط بتاعه. وبالنسبه للخل كلنا عارفين ان هو معقم حلو قوي مطهر، بيقضي كمان على الروائح زي البيكربونات الصوديوم بالظبط. ولو هنستخدمه في غسيل الملابس فهو بيثبت الالوان. الخل يا جماعه من المثبتات بتاعت الالوان، عشان كده دايما بحب احطه مع الغسيل الاسود او الغوامق. يعني بقلب كويس جدا جدا جدا، وهبدا انزل بقى بالصودا الكاويه كده بالتدريج. لازم تكون الصودا الكاويه بارده معايا تماما علشان تديني افضل نتيجه للصابون. بعد ما بنزل بالصودا الكاويه محتاجه من حضرتك ربع ساعه من التقليب المتواصل. يا ريت تقعدي بس عشان رجلك ما تتعبكيش وتحسي ان الموضوع مرهق عليكي، واحنا في الاول في الاخر بنوفر، فمش هنوفر حاجه ونتعب نفسنا في حاجه تانية. المعلقه اللي بنقلب بيها تكون سيليكون او تكون خشب او تكون بلاستيك، الافضل طبعا هي تكون خشب او سيليكون. انا طبعا بفضل الخشب. بالنسبه للمعلقه الالومنيوم لو حضرتك استخدمتيها مفيش بالظبط 10 دقايق هتلاقيها طوصت معاكي وعمرها ما هترجع للونها اللي هو بيدي لمعه كده بتاعت الالومنيوم. دايما حاجه الصابون خلوها للصابون بس. معايا معلقه كبيره من سكر البودره، عندك معلقتين مفيش مشكله، 3 معالق مفيش مشكله. السكر العادي بتاع الاكل برده مفيش مشكله خالص، ولكن انا بقول بودره علشان خاطر يدوب معايا بشكل اسرع. السكر بديل للجليسرين، يعني لو انت مش عايزه تحطي جليسرين حطي سكر. السكر بيديني رغوه حلوه قوي للصابون، وكمان بيخلي الصابونه نفسها وانا بستخدمها تكون ناعمه على ايديا.
بحاول بقى ان انا اقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا. برضو السكر مش اضافة اساسية خالص، كل دي محسنات بنحطها علشان ترفع من جودة الصابونة. معايا بقى دلوقتي الاوكسي البودر، وزي ما قلت لحضراتكم ده غسالات عادية. اي زي ما قلت لحضراتكم الاوكسي من الحاجات اللي انا بحبها جدا في المنظفات، هو والباهي. لازم يكون غسالات عادية عشان بس يعلي معايا الرغوة. طبعا لو غسالات اوتوماتيك هتبقى الرغوة ضعيفة نوعا ما. حطيت معلقتين من الاوكسي، برضو لو عايزة تستغني عن الاضافة دي مفيش مشكلة، ولكن انا بعمل صابونة تكون جودتها عالية. على فكرة لو كترته من الاوكسي هتبصوا تلاقوا الصابونة بعد ما نشفت خالص بتفرول معاكم، لان طبعا كتير بتجيلي اسئلة يا اميرة الصابونة بتفرول وهشة جدا، ده بسبب كتر استخدام المكونات البودر. بقلب كويس قوي قوي، ودلوقتي هنحط البطل بقى بتاع الوصفة بتاعتنا، وهو البيكنج باودر. زي ما قلت لحضراتكم البيكنج باودر من الحاجات اللي ليها قدره فائقه في التنظيف وتلميع الالومنيوم والستانلس والازاز، واعتقد حضراتكم شفتوا النتيجه في بدايه الفيديو لما حطينا البيكنج باودر مع الخل وبحته سلكه كده سواء الومنيوم او ستانلس، شفتوا البوتاجاز رجعت لمعته ازاي. من اهم الحاجات اللي بتنجح الصابون يا جماعه معانا هو التقليب. التقليب ادوا لكل مكون بتحطوه حقه في التقليب، عشان ما تبصوش تلاقوا الصابونه من جوه يعني معجنه وطريه، ومن بره بدات ان هي تنشف معانا. اللون اللي انا حطيته ده اختياري تماما، مفيش اي مشكله لو انت ما حطيتهوش، وطبعا بسبب مفعول الصودا الكاويه هتبصوا تلاقوا اللون بيتغير معانا، ده لون موف، ولكن مع التقليب حضراتكم هتلاقوا الموضوع بدا ان هو يختلف، يعني اللون بدا يتغير. علشان كده دايما بنقول لو هتستخدمي الوان للصابون الصلب وعايزاها تبقى ثابته استخدمي الوان المايكا، هي اللي ما بتروحش مع مفعول الصودا الكاويه. هو كان موف، بصوا بدا يديني لون احمر، وبصراحه انا كنت معجبه قوي باللون الاحمر ده. يعني انا اصلا كان نفسي احط لون احمر بس قلت لا خليني في الموف، فالموف قلب معايا في احمر، ولو حطيته لون ازرق هيقلب معاكم برده باحمر، ولو حطيته لون اخضر هيقلب معاكم باصفر. فطبعا ده كله بيكون بسبب مفعول الصودا الكاويه. طيب بنبدا نقلب لحد ما نلاقي قوام الصابون تقل معانا. مش محتاجين نحط دقيق، مش محتاجين نحط نشا، مش محتاجين نحط مكونات كتير. هبدا بقى ان انا اصبه في القوالب، ويا ريت ما تستنيش لحد ما يعني يتقل معاكي قوي، علشان لما هتيجي تصبيها يبقى عامل زي العجين التقيل قوي فمش هتعرفي تشكليه. انا بحب اصبه كده وهو لسه ما دخلش في مرحلة العجينة اللي هي التقيلة قوي دي، علشان يتشكل معايا بالشكل اللي انا عايزاه. عملوا لي قد ايه؟ عملوا لي 7 قطع. الصابون بينشف بعد قد ايه؟ مش شرط ينشف معانا كلنا زي بعض، انا ممكن ينشف معايا في نفس اليوم، ممكن مع حضرتك تاني يوم، ممكن حد تاني يقعد 4 ايام، بس الفكرة كلها نكون ملتزمين بالمقادير او المكونات اللي احنا بنحطها. طيب ده كان شكله بالظبط تاني يوم الصبح، يعني انا عملته على المغرب كده وده كان شكله تاني يوم الصبح. عايز اقول لكم الخل مع البيكنج باودر بيدوني نتيجة حلوة قوي قوي فعلا في الصابون. انا هوريكم الرغوة بتاعته، وده لسه طبعا عاملاه امبارح. الصابون يا جماعة عشان يديكوا افضل نتيجة استنوا عليه شهر كده، لا هتبصوا تلاقوا ريحة، ولا هتبصوا تلاقوا دهننة، ولا هتبصوا تلاقوا الكلام ده كله. جربوا البيكنج باودر مع الخل، وما تنسوناش بدعوة حلوة يا اغلى متابعين في الدنيا.